بداية مع المرشح زاهر العبادي، سنعرض لك تصريح لرئيس تحالف العقد الوطني فالح الفياض. نتابع. احنا عندنا مرشحين يزيديين وعندنا مرشحين مسيحيين بالعقد الوطني. يعني والسنة في عقدنا ليس ديكور، والشيعة ليس ديكور، يعني اكو شيء حقيقي وواقعي. انت عندما تتكلم عن حزب الإسلامي أو شخصيات من الموصل بمستوى الأخ عبد الرحيم الشمري ووقع العشائري وشخصيات مرشحين الآخرين، تعرف ثقلهم الاجتماعي وحجمهم ذولا، يعني مو ديكور. محافظ نينا والسابق، إيه يعني مو ديكور. سيد زاهر، هل كانت مشاركة النواب السنة في التحالفات الشيعية خلال الانتخابات الماضية مجرد ديكور؟ سيدتي الفاضلة، نحن في تحالف العقد الوطني نختلف جذريا عن باقي التحالفات التي تريد تشارك في الانتخابات الحالية، على اعتبار لدينا أحزاب سياسية في التحالف في من معظم المحافظات، وليس لدينا مرشحين من المحافظات، فبالتالي آلينا على أنفسنا يجب أن تشارك هذه الأحزاب في تحالفنا وليس شخصيات في محافظات، حتى بالتالي تكون هذه الشخصيات أسيرة لرئيس كتلة معينة. نحن نعتقد بأن السنة في هذه المرحلة لهم قرارهم ولهم وجودهم، يتخذون القرار الصائب في أي مرحلة من المراحل المتقدمة. لذلك وجدنا بأن السنة وباقي الشرائح الأخرى اللي تحالفت معنا كأحزاب سياسية لها قرارها، ويكون قرارنا بالمشورة وليس برئيس الكتلة ويتخذ القرار بعيدا عن رأي الآخرين. أعتقد ليس وجود السنة في هذه المرحلة في تحالفنا كديكور، وإنما وجود لهم أساسي وقرارهم قرار مصيري نابع عن خطواتهم وسياستهم ورؤيتهم للمرحلة القادمة.